يعني ايه هزار؟ يعني مثلا لما باجي اندح على الواد ابني بقول له حمار. يا واد انت زعلت؟ العب يا عم. بقول لك ايه مالكش لازمه، ملوش فيها. يعني ده مثلا عبده صاحبنا، بس ما حدش بيقول له يا عبده، بنقول له شوكولاته. ولا شوكولاته كاتشارول. ايه يعني عادي بهزر. قول يا ابني. أمنبنا في أنور منور وأمنا بمنور في أنور. وجهها بايظة. يا أمو أنا لمستها، أنا بهزر بس. أنا بهزر. حمار. اطلع بعيد بقى. ورا شوكولاتة. كاتش. قول. وجهها بايظة. اجمد ياد مالك. ده مش هزار. عدد كبير من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسية بسبب التنمر. ضحكك على مشكلة شكل، طريقة، أو اختلاف حد تاني عمره ما يكون هزار. ده اسمه تنمر. تجمل بالأخلاق.